اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، حيث تم التأكيد على أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم الوحدة الترابية على المنطقة العازلة، ولن يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء. المغرب بفضل رؤية جلالة الملك وتحركات جلالة الملك حقق في السنوات الأخيرة مجموعة من المكاسب في هذا الملف، سواء على المستوى الإفريقي، على المستوى الأممي وعلى المستوى الدولي. في نفس الوقت كاين واحد الوضعية كيعيشوها بعض الدول ديال المنطقة، وكاين وضعية اللي كتعيشها حتى هذه الجماعة الانفصالية اللي خيطها تمشي لبعض الاستفزازات. الاستفزازات بدات في القرقارات، تعاملت معها الأمم المتحدة وخرجوا واحد الوقت ومن بعد رجعوا، ولكن هذا التعامل ما كانش بالحزم الكافي، مما خلى هاد الناس يفهموها بحال لا تشجيع. واليوم مشاو لما هو اخطر، بدينا كنشوفوا بعض التحركات في منطقه تفاريتي وفي منطقه بير الحلو وفي منطقه المحبس، واللي كلها تحركات اللي خطيره لانها كتغير الوضع الفعلي والوضع التاريخي والوضع القانوني ديال هذه المنطقه هذه. امام هذه التحركات هذه المغرب ما يمكنلوش يقبل بها، والمغرب كاين هناك ما هو تحرك دبلوماسي اللي ماشي باش نطلبوا لشي حد اخر انه ماشي المهادنه ولا عاوتاني في اطار غير التدبير العادي، لا، باش لإثارة انتباه ان هذا الشيء اللي واقع خطير، ان هذا ماشي غير فقط هو خرق لوقف اطلاق النار وتهديد للاستقرار الاقليمي، بل هو يمكن له يدفع بالمنطقه الى المجهول. تأكد مرة أخرى أن خصوم الوحدة الترابية فشلوا على المستوى الدبلوماسي. نلاحظ مجموعة من التراجعات على مستوى القارة الإفريقية وكذلك على مستوى أمريكا اللاتينية وعلى مستوى أوروبا أيضا، وبدون شك أن هذا التراجع سيكون له تأثير حتى على مستوى عدد من البلدان الآسيوية. بطبيعة الحال خصوم الوحدة الترابية غيروا خطتهم وجعلوا من احتلال الأرض بكيفية تدريجية جواب لفشلهم على المستوى الدبلوماسي. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني. هناك تطورات تعرفها هذه القضية بالنظر للاستفزازات الخطيرة التي يقوم بها أعداء وخصوم الوحدة الترابية ببلادنا. احنا على مستوى الإجماع الوطني حول هذه القضية وراء جلالة الملك لا يمكننا إلا أن نقوم بكل ما ينبغي أن نقوم به. هناك وجهة دبلوماسية بحيث أن هذا الوضع ديال المنطقة العازلة والاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، المنطقة العازلة عندها تاريخ، عندها أسس قانونية، كان لمجلس الأمن وللقوى العظمى دور فيها ويعلمون طبيعتها وحقيقتها القانونية. لذلك ينبغي التوجه لمجلس الأمن وللقوى العظمى لكي تتحمل مسؤوليتها، لأن هذه المنطقة العازلة لا يمكن أن تمس بأمن واستقرار المغرب والمنطقة. شعبنا معني وفي نفس الآن معبأ تعبئة دائمة وراء جلالة الملك للدفاع عن القضية الوطنية وللتصدي لكل المحاولات المس بالوحدة الترابية ديال بلادنا. وقع أمور اللي هي بالخطورة بمكان فيما يتعلق بالأراضي المغربية اللي في الجهة الشرقية ديال الجدار ديال الحيط، هذيك أرضنا، أرض مغربية. الجزائر والعصابات ديال البوليزاريو داخلين خارجين لديك الأرض، ما من حقهمش. من طبيعة الحال احنا غننبهوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالخصوص على أنه الجزائر والمرتزقة الخوانة اللي تابعين لهم خصهم يفهموا رسوم
واتفق البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة على ضرورة التوجه لمجلس الأمن والقوى العظمى لتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، معتبرين أن المملكة تتعامل مع هذا الملف في إطار الشرعية الدولية، ومن منطلق إيمانها بأن المعطيات التاريخية والقانونية تؤكد مغربية الصحراء.